مكان منه باليونان ولكنه احدى الفيلا بشارع الوصل بدبي على الستايل اليوناني. الفيلا بيضاء واكيد الورود مغطية المكان. تعوا معي انا عبير حريز، تابعوني على قناتي ديفا شيك ماك، رح تلاقوا اللينك تبع المجازين باسفل الصفحه. Don't forget to subscribe وتفعلوا الجرس لحتى يجيكم كل جديد. الروز معناتها بالفرنسية مي الورد، ومية الورد هي تجسيد للثقافة العربية والشرق أوسطية، ورح نلاقي روحية الورد موجودة بكل زاوية بالمكان من خلال اكتشافنا لهالمكان. رح نلاقيها بالألوان وبالروايح بالملمس تبع الأقمشة، وأكيد رح تكون بتجربة فريدة من نوعها بالتصوير. البوتيك مقسم لعدة غرف، رح نبتدي بالغرفة الأولى يلي رح نشوف فيها المقاعد المشغولة بعناية، ويلي هي بإمضاء بقجة. مثل ما شايفين هون الإبداع بتطريز الأقمشة يلي يبرز الشغف بمدينة بيروت، وأكيد تناقضاتها. كثير ناس حرفيين بيقوموا بهيدا الشغل، ورح نشوف انه هيدا الشغل هو ثمرة اشتراك ما بين الثنائي المبدع هدى بارودي وماريا الهبري، بسبب حبهم للمكروشات والمنسوجات والتصميمات العتيقة، وعلى مر السنين قاموا بجمع الأقمشة الثمينة من منطقة الشام والمدن الواقعة على طول طريق الحرير وبالنهاية من جميع أنحاء العالم. ورح نلاحظ هون من خلال التصاميم طبقات النسيج والدقة العالية بالتطريز بكل قطعة من هالقطع. رح نشوف كمان هون الكوشن يلي منلاحظ كل وحدة منهم عم تحكي عن قصة. مثل هون عنا شجرة الزيتون، الغصن تبع شجرة الزيتون، هون رح نشوف الفنجين أكيد بإمضاء منى تراد دبجي وزارينا. رح نلاقي الرسومات المميزة جدا جدا. هون رح نلاقي كمان كؤوس و فنجين، وما ننسى الباتر فلاي او الفراشه يلي معموله باتقان. ومثل ما حكينا هون بالمحل في عده مصممين من عدة أماكن بالعالم. رح نشوف هون مثلا هول من مصر، رح نشوف هول تصميم ندى دبس المصممة اللبنانية يلي أكيد كلنا بنعرف أنه هي صممت قاعة المؤتمرات بجامعة الدول العربية في القاهرة.